السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب يكون الجميع بخير. ان شاء الله هنكمل مع بعض محاضرات الماتيريالز. كنا وقفنا المرة اللي فاتت ان احنا ادينا الشابتر الخاص بالامبرفكشن. هنكمل النهاردة الجزء بتاعنا وهنتكلم عن شابتر جديد، هو شابتر 4. بنتكلم فيه على حاجة اسمها الفيز دايجرامز. التوبكس اللي هنتكلم فيها النهاردة، طبعا زي ما تعودنا ان احنا في اول كل شابتر بنتكلم هواي ستادي الشابتر ده. طبعا هنا هنتكلم انا ليه بدرس حاجة اسمها الفيز دايجرامز. هنتكلم على بعض الديفينيشنز الاساسية اللي هي ريليتد للفيز دايجرامز. هنعرف بعض المفاهيم الأساسية اللي بتعامل معاها من خلال الفيز دايجرام. هبتدي أعرف يعني ايه فيز دايجرام، وهتكلم على نوع معين من الفيز دايجرامز بيسمى الباينري فيز دايجرامز. طيب، أول حاجة هنتكلم فيها اسباب دراستي للفيز دايجرامز. طبعا وانا بتعامل مع الماتيريالز، احنا اتفقنا في البدايه ان مفهوم الماتيريال ساينس بي اند انجينيرنج بيشمل مجموعه من العناصر، منها البروسيسنج بتاع الماتيريالز، منها الكاركترايزيشن بتاعه الماتيريالز، منها البروبرتيز بتاعه الماتيريال، منها البرفورمانس بتاع الماتيريال. طبعا عشان اعمل كومباينيشن ما بين الحاجات دي كلها، في اجزاء معينه لازم ابقى فاهمها، يعني لازم ابقى فاهم الاستراكشر بتاع الماتيريال، لازم انا ابقى فاهم البروبرتيز بتاع كل ماتيريال، لازم ابقى فاهم علاقه الماتيريالز ببعضها. فالفيز دايجرام المفروض ان هو دايجرام بيفهمني بعض العناصر الاساسيه. يعني لو انا بعمل ديزاين لعمليه هيت تريتمنت او عمليه معالجه حراريه، ودي هنتكلم عليها في الشابترز اللي قدام. لو انا بعمل ديزاين او كنترول على هيت تريتمنت بروسيدور ل سبيسيفيك الويز، هنعرف برضو يعني ايه الوي. لو انا في سبيكه معينه، سي مثلا لو انا بتكلم على سبيكه زي الايرن مع الكربون، اللي هو بتكلم على سبيكه من سبائك الستيل، وببتدي اعمل لها عمليه معالجه حراريه. عمليه المعالجه الحراريه دي عشان احصل على بعض الميكانيكال او الفيزيكال او الكيميكال بروبرتيز للسبيكه دي، مهم جدا 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 ان انا ابقى دارس ما يسمى بالفيز دايجرام ما بين الايرن والكربون، واشوف النسب بتاعه الكربون لما اضيفها ايه تاثيرها على الايرن، ايه تاثيرها على البروبرتيز، درجات الحراره اللي انا هتعامل معاها عامله ازاي. يبقى مهم جدا ان انا عشان اعمل ديزاين او اعمل كنترول على عمليات الهيت تريتمنت او عمليات المعالجه الحراريه لبعض السبائك، المفروض ان انا ادرس فيز دايجرام. طيب، الفيز دايجرام بيديني معلومات مهمة جدا، يعني بعد شوية هنبص على الفيز دايجرام وهنشوف ايه هي المعلومات اللي ممكن استخرجها من الفيز دايجرام. هتلاقي نفسك ان انت تقدر تحدد information about melting، يعني تقدر تعرف العناصر بتاعت السبيكة بتنصهر عند درجات حرارة كام، تقدر تعرف معلومات عن الكاستنج. لو انت عايز تعمل عملية سباكة او عايز تصهر معدن او عايز تقدر تعرف عملية السوليديفيكيشن او عملية التجمد اللي بتحصل بعد ما بتصب المعدن ده، يبقى تقدر تاخد المعلومات دي من حاجة اسمها الفيز دايجرام. في حاجة اسمها الكريستاليزيشن او الريكريستاليزيشن، اعادة التبلور والتبلور بتاع الماتيريال وتحول الماتيريالز لكريستال، برضو تقدر تفهمها او تقدر تعرف الميكانيزم بتاعها من خلال الفيز دايجرام.
الفيس دايجرام برضو مهمة جدا، ان هي بتعمل لي بريدكشن للفيز ترانسفورميشن. كنا شفنا قبل كده في اول شابتر شرحناه واتكلمنا على الانترودكشن بتاعة الماتيريالز، اتكلمنا على بعض النيو ماتيريالز او بعض الادفانسد ماتيريال اللي هي قلنا عليها زي الشيب ميموري الويز، وشفنا فيديوهات للكلام ده، وشفنا ازاي الماتيريالز بتعمل عملية ريميمبر او تذكر للشكل بتاعها عند تمبريتشرز مختلفة، سواء بقى بعمل هيتنج او كولينج، فبتبتدي يحصل ما يسمى بالفيز ترانسفورميشن، بيبتدي يحصل عملية تحولات في الفيزس او في الاطوار او المراحل بتاعة الماتيريال. طبعا التحولات دي بينتج لي مايكروستراكشر معين بيتميز ببروبرتيز معينة، فبالتالي مهم جدا 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 لو انت هتشتغل على اي سبيكة او اي ماتيريالز ان انت تدرس الفيز دايجرام للمكونات بتاعة السبيكة دي. فالفيز دايجرامز من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعرفها لو انت شغال في مجال الماتيريال. طيب ايه هي البيزك ديفينيشنز او التعريفات الاساسية اللي انا محتاج اعرفها خلال الشابتر ده؟ اول حاجة انت محتاج تعرف يعني ايه الوي، لان هنتكلم عليها كتير قوي داخل الفيز دايجرام. طيب كلمة الوي، الالوي هي ميتاليك سابستانس. الميتاليك سابستانس دي بتتكون يا اما من عنصرين يا اما من اكتر من عنصرين، يبقى هي عنصرين بيركبوا مع بعض او بعمل لهم كومباينيشن مع بعض بحيث ان انا احصل على ما يسمى بالالوي او السبيكة. طيب الاكزامبلز على الالويز ايه هي؟ في امثلة كتيرة قوي ممكن نتعرض ليها. اشهر حاجة عندنا للالويز حاجة اسمها الكربون ستيل. الكربون ستيل هو عبارة عن الوي مكونة من البيور ايرن اللي هو الاف اي والكربون اللي هو السي، يبقى في سبيكة كده بتسمى الكربون ستيل او الستيل، ده بيكون من الايرن مع الكربون. طيب في سبيكة تانية بتسمى الستال ستيل، الستال ستيل او الكروجر ريزيستنس ستال ستيل، ده برضو نوع من انواع الالويز اللي بتستخدم او بتحتوي على الايرن، تحتوي على الكربون، تحتوي على الكروميوم، تحتوي على النيكل، بتحتوي على بعض العناصر الاخرى. يبقى انا هنا الالوي هي ميتاليك سابستانس، يا اما بتتكون من اتنين او عنصرين يا اما بتتكون من اكتر من عنصر. طيب لو انا اتكلمت على الديفينيشن التاني اللي هو الكومبوننت، يعني ايه كومبوننت؟ احنا اتكلمنا على الالوي، الكومبوننت هي المكونات بتاعة السبيكة او هي البيور ميتالز او الكومباوند اللي بيتكون منها الالوي. على سبيل المثال لو انا بقول لك الكبر زنك، الكبر زنك دي اسمها الوي، يبقى في سبيكة كده اسمها الكبر زنك او البراس، دي بتتكون من مكونين. المكونين ايه هما؟ كبر او البيور كبر والبيور زنك، دول لما بيتحطوا على بعض يبقى دي اسمها مكونات او كومبوننت. الكومبوننت دي لما بتتحط على بعضها بتعمل ما يسمى بايه؟ بالالوي. يبقى ده تاني ديفينيشن هنعرف. الديفينيشن التالت ده من الديفينيشنز المهمة جدا وهتبتدي تتعرض لها كتير جدا وتسمع عنها، حاجة اسمها السوليد سوليوشن. طيب يعني ايه سوليد سوليوشن؟ احنا متعودين دايما ان السوليوشن عبارة عن محلول، فبيجي في دماغي دايما ان انا بتكلم على ليكويد او بتكلم على سائل. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على سوليد ماتيريالز، السوليد ماتيريالز برضو فيها ما يسمى بالسوليد سوليوشن. يعني ايه؟ يعني كأن الاتومز دي في منها مذاب وفي منها مذيب، يبقى انا بتعامل مع
سوليوت اتومز وبتعامل مع سولفنت اتومز. طيب السوليد سوليوشن ده بيحتوي على ايه او بيتكون من ايه؟ بيتكون من اتومز اوف ات ليست تو ديفرنت تايبس، يبقى على الاقل لازما يبقى فيه نوعين من الاتومز عشان اقدر اقول ان في سوليوشن. يعني ما ينفعش تقول لي ان هو بيور ميتال عامل سوليد سوليوشن، لا انا بتكلم على سوليد سوليوشن بيتكون على الاقل او ات ليست من تو ديفرنت تايبس. السوليوت اتومز هتلاقيها بقى واخده انهي شكل؟ نفتكر بقى مع بعض، كنا بنقول ان في حاجه اسمها سبستيتيوشنال او انترستيشيال. يا اما السوليوت اتومز دي تبتدي تاخد وضعيه الاستبدال الريبليسمنت، يعني انت دلوقتي عندك بيز اتومز، عندك مثلا الذرات بتاعه الحديد دي هي الذرات الاساسيه وانت هتضيف لها الذرات بتاعه الكربون، فذرات الكربون هتعمل ايه؟ يا اما هتنزل او تدخل بين ذرات الحديد في صورة substitutional ان هي تعمل replacement للاماكن بتاعت الذرات بتاعت الحديد، او interstitial. طيب بالنسبة للكربون اللي هو اللي بيضاف للاير، الكربون عشان الذرات بتاعته صغيرة فبيبقى واخد الشكل بتاع الانترستيشيال، بيبتدي يدخل في الاماكن الصغيرة او الفراغات الصغيرة اللي موجودة ما بين السولفنت لاتس اللي هي الذرات الكبيرة بتاعت الحديد، فبالتالي بيتكون لي الشكل النهائي انه بيبقى الكريستال ستراكشر الاساسي هو من السولفنت اللي هو المذيب بتاعي او اللي نسبته اكبر داخل السوليد سوليوشن. يبقى باختصار كده السوليد سوليوشن هو بالظبط بيتكون من سوليوت اتومز وسولفنت اتومز. السوليوت اتومز بتبتدي تاخد الاماكن بتاعتها داخل المايكروستراكشر او داخل الكريستال في صورة سبستيتيوشنال اتوم او انترستيشيال اتوم. يبقى ده كده لو بعرف ما يسمى بالسوليد سوليوشن. طيب عندنا بقى حاجة اسمها الفيز. ايه هو الفيز؟ الفيز هو جزء متجانس من السيستم بتاع الماتيريال، بيكون ليه يونيفورم فيزيكال اند كيميكال كاركترستكس. طيب عشان نفهم اكتر يعني ايه فيز، لما اجي اقول لك الميه، الميه الرمز بتاعها H2O، لو انا قلت لك الميه دي كمركب او ككومباوند بيتكون من كومبوننت، الكومبوننت ايه هي؟ ال H وال O، الهيدروجين والاكسجين، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. جميل. طيب لما اتكلم على الميه او الووتر ده كفيزز، كاطوار، كمراحل بيمر بيها، هتلاقي ان الووتر ليه 3 فيزز. 3 فيزز يعني ايه؟ يعني الووتر ممكن يتواجد في صوره سوليد فيز اللي هو الايس، ممكن يتواجد في صوره ليكويد ووتر او ليكويد فيز، ممكن يتواجد في صورة ستيم او فيبور. يبقى معنى كده ان الووتر ليه 3 فيزز، يبقى الفيز هو طور او مرحلة بتمر بيها الماتيريال، ممكن تكون سوليد، ممكن تكون ليكويد، ممكن تكون جاز. يبقى ده كده بعرف ما يسمى بالفيز. يبقى ده الفكرة بتاعت الفيز. طيب لو بصينا هنا ده كده شكل او اكزامبل بيوضح لي بلوك من الايس، البلوك ده المفروض بيمر او ليه اكتر من فيز. يعني لو هو على الوضع اللي قدامي ده في صورة ايس يبقى ده سوليد فيز، لو ابتديت اسخن الكلام ده هيبتدي يتحول لليكويد فيز اللي هو الليكويد ووتر، لو ابتدي ازود عملية التسخين اكتر هتلاقيه تحول لفيبور. يبقى ابتدى يمر بمراحل او باطوار، الاطوار دي بسميها الفيزز بتاعة الماتيريال. الديفينيشن اللي بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها السوليبيليتي.
يعني ايه solubility او يعني ايه قابلية ذوبان. السولوبيليتي هي مقدار الماتيريال او الاماونت اوف وان ماتيريال اللي تقدر ان هي تعمل ديسولف ان هي تدوب في سكند ماتيريال بشرط ان هي without creating second phase. يعني ايه عشان نفهم التعريف اكتر؟ يعني انا اقدر اقول على ان في ماتيريال ليها قابلية ذوبان في ماتيريال تانية لو هي عملت ديسولفينج او دابت جوه الماتيريال بدون ما تتحول لفيز اخر. على سبيل المثال لو انت جيت دوبت كده شوية سكر داخل كوباية مية، لو السكر داب في المية وفضل في صورة الليكويد سوليوشن يبقى انت كده ما تحولتش لفيز اخر، فده كده بسميه السولوبيليتي. طيب لو المية دي وصلت لحالة الساتوريشن يعني ابتدى السكر يزيد كميته عن الـ الاماكن اللي هيدوب فيها، فبالتالي ابتدى الذرات بتاعت السكر السوليد تترسب في القاع، يبقى بالتالي ظهر تو فيزز دلوقتي، الليكويد فيز اللي هو السوليوشن المشبع بالشجر اللي انت ضفته، والفيز الثاني هو مين؟ هو الشجر نفسه اللي ابتدى يترسب في القاع بتاع الكوبايه اللي انت بتدوب فيها. يبقى بالتالي السولوبيليتي هي الاماونت اوف وان ماتيريال ذات ويل كومبليتلي ديسولف، يبقى لازم تدوب بالكامل في سكند ماتيريال، والشرط الثاني ان هي ايه؟ without creating a second phase، بدون ما تكون second phase. لو ابتدينا نوصل لحالة الساتوريشن يبقى انا كده ما بقتش السولوبيليتي موجودة، بقى في ليميت للسولوبيليتي، يبقى ده كده تعريف قابلية الذوبان بتاع الماتيريال. يبقى ده الاكزامبل اللي احنا اديناه لما انا بعمل اديشن للشوجر تو ووتر بيتكون شوجر سوليوشن. يبقى انت عندك محلول سكري، المحلول ده المفروض ان هو فيز واحد اللي هو ليكويد فيز. طيب لما بيحصل ديفيوجن او انتشار لسمول نمبر اوف فوسفورز اتومز انتو سنجل كريستال سيليكون، لو انت بتضيف الفوسفور للسيليكون، انا هنا بتكلم على سوليد ماتيريالز، يبقى انا هنا اديت اكزامبل على ليكويد ماتيريالز، هنا بدي على السوليد ماتيريال. لو انا بعمل عمليه اسمها ديفيوجن لذرات الفوسفور داخل كريستال من السيليكون، هنا بيتكون عندي سوليد سوليوشن من الفوسفور ان سيليكون، يبقى دي حاله ذوبان برضو. لو انا بضيف نيكل لكبر في سبيكه قلنا عليها قبل كده اللي هي سبيكه النيكل مع الكبر اللي انا بستخدمها عشان اعمل السيرمو كابلز وايرز، دي برضو بتنتج لي سوليد سوليوشن. هتلاقي لما بضيف النيكل للكبر ذرات النيكل بتاخد السبستيتيوشنال بوزيشن او بتبتدي تعمل ريبليسمنت للذرات بتاعه الكبر وتبتدي تكون لي سوليد سوليوشن. يبقى انت كده بتتكلم على معنى السولوبيليتي، يعني ايه ماتيريال تدوب مع ماتيريال تانية. طيب السولوبيليتي كيسز، المفروض السولوبيليتي في منها حالات معينه، فانا عندي ثلاث حالات للسولوبيليتي. في حاجه اسمها الانليميتد سولوبيليتي، يعني سولوبيليتي لما لا نهايه، وفي حاجه اسمها ليميتد سولوبيليتي، يعني ماتيريال تدوب في ماتيريال لحد ليميت معين. هنا الماتيريال تدوب في الماتيريال الاخرى لحد جميع النسب، يعني سي مثلا على سبيل المثال لو انت بتدوب او بتعمل الوي من تو ماتيريالز مع بعض وانت عايز تحط النسبة بتاع الماتيريال دي 50% والتانية 50%، هل ده مقبول ولا لا؟ طب انا عايز اخلي واحدة 60 وواحدة 40، طب عايز اخلي واحدة 30 وواحدة 70،
ففي unlimited solubility، معناها ان اي نسبة انا هعملها من الالوي دي مقبولة بالنسبة لي، لكن الليميتد سولوبيليتي لا، ده في ليميت معين بوصل له وبعد كده الماتيريالز ما بتدوبش في بعضها. فده بقى حته السليكشن اوف ماتيريالز، ازاي تختار ماتيريال مع ماتيريال عشان تقدر تعمل الالوي بتاعتك المناسبه، وتقدر تحصل على البروبرتيز اللي انت عايزها، وتقدر تحصل على البرفورمانس اللي انت عايزه. طيب في نو سولوبيليتي، وده مهم جدا برضو ان انت تعرفه، في بعض الماتيريالز ملهاش قابلية ذوبان مع بعض. فانت في حتة السيليكشن لما تيجي تختار اتنين ماتيريال او اكتر مع بعض عشان تعمل منهم سبيكة، مهم جدا ان انت تعرف السولوبيليتي بتاعتهم، هل هما بيقبلوا الذوبان مع بعض، هل هيقبلوا ان انا اعمل منهم سبيكة ولا لا. طب نبص على الحالات دي. اول حالة عندنا الـ Unlimited Solubility. Unlimited Solubility أشهر مثال عندي هو الووتر مع الكحول. لو أنا دلوقتي جبت ووتر ماتيريال، الووتر بتعتبر one phase، يبقى أنا عندي phase عبارة عن liquid phase اللي هو الووتر. طيب والكحول ده عبارة عن second phase، يبقى دي الكومبوننت أو المكونات بتاعة السبيكة بتاعتي أو الماتيريالز اللي انا عايز اخلطها مع بعض. لما بعمل ميكسنج للكلام ده، يبقى ده وان فيز وده وان فيز، الماتيريال الناتجه او السوليوشن اللي ناتج هو عباره عن ايه؟ عباره عن ووتر فيز، عباره عن سوليوشن مكون من وان فيز. حلو. لو انت بصيت لطبيعه الكحول مع الميه هتلاقي ان هم ليهم انليميتد سولوبيليتي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الكحول ليه تركيز، كل ما بتضيف الميه عليه التركيز ده بيقل، بس ما زال ان هو مديك قابليه ان انت تضيف نسبه اكبر. يبقى انت لو قعدت تخلط فيهم هما بيقبلوا ان هما يحصل سولوبيليتي ما بينهم، ان هو بيحصل تخفيف للمحلول مثلا. فده كده السيستم ده بيبقى ليه حاجه اسمها unlimited solubility، يعني بيدوبوا بعض ليه مفيش ليميت، يبقى شغالين لحد نسب كبيره جدا. طيب الكلام ده موجود في السوليد ماتيريال فعلا. في الوي مشهوره جدا اللي هي النيكل مع الكبر. النيكل ده يعتبر من افضل العناصر اللي ليها قابليه ذوبان مع عناصر كتيره جدا، اشهرها الكبر. النيكل مع الكبر لو انت بصيت، لو انت بتعمل ميكسنج لاي اماونت من الليكويد كبر مع الليكويد نيكل، هيعمل لك برودكشن لليكويد فيز. يبقى انت لو ضفت ليكويد نيكل مع ليكويد كبر، يعني انت سهرت النيكل مع الكبر وابتديت تعمل ميكسنج ما بينهم، هيديك ليكويد فيز. الليكويد الوي دي بيبقى ليها سيم كومبوزيشن اند بروبرتيز، بسبب ان الكبر والنيكل بيكون ليهم unlimited liquid solubility، يعني السبائك اللي بتتعمل من النيكل والكبر عند اي نسبة، يعني انا ممكن اضيف 10% نيكل 90% كبر، 20% نيكل 80% كبر، 30% نيكل 70% كبر، 60% نيكل 40% كبر، يعني جميع النسب انا اقدر اشتغل عندها، لان النيكل والكبر ليهم قابلية ذوبان كبيرة مع بعض. فالحالة بتاعتهم بتسمى الـ Unlimited Solubility. الحالة التانية الـ Limited Solubility. الـ Limited Solubility بتتكلم على two phases. سي مثلا انت بتتكلم على الـ Water ان هو one phase، والـ Salt second phase، او الـ Sugar second phase. طيب هل انت تقدر تدوب السكر داخل المية عند جميع الكونسنتريشن؟ يعني انت لو بدأت بمج كده من الووتر وابتديت تضيف فيه بعض النسب بتاعة السولت وابتديت تدوب، ايه اللي هيحصل؟ في البداية لما تبتدي تعمل عملية الاديشن وتبتدي تقلب الكلام ده، هينتج لك وان فيز. الفيز اللي نتج هو مين؟ السولتي ووتر. ابتدى يديك محلول ملحي. طيب المحلول الملحي ده لو انت ضفت كمية اكبر من الملح،
ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان كمية الملح دي، المحلول الملحي هيوصل لحالة الساتوريشن، هيتشبع بالاتومز بتاعة الصولت، ويبتدي الذرات بتاعة الصولت تبتدي يحصل لها عملية ترسيب، تبتدي تنزل للبوتوم او القاع. وفي الحالة دي اتحول، بدل ما كان عندي one phase من السولتي ووتر، بقى عندي two phases. التو phases ايه هما؟ بقى فيه سولتي ووتر، ده one phase، والملح اللي اترسب داخل القاع ده اللي هو السوليد سولت. يبقى انا كده وصلت المرحلة ان اتحولت من one phase لتو phases. ففي الحالة دي بقول ان في ما يسمى بالليميتد سولوبيليتي. طيب بنفس الطريقة لو انا بتكلم على السوليد ماتيريال، لو انا بختار سبيكة مثلا زي الكبر مع الزنك، هتلاقي ان انت لو عملت اديشن لسمول اماونت اوف ليكويد زنك للليكويد كبر، هيديك ايه؟ سنجل ليكويد سوليوشن. يبقى انت كده عند مرحلة معينة، يعني انت تفضل تحط مثلا ايه 10% زنك 90% كبر، 20% زنك 80% كبر، 30% زنك 70% كبر. بعد 30% من الزنك بتلاقي ان ابتدى يحصل مشكلة معاك، اللي هي ايه؟ بعد ما كان بيديك one phase او single liquid solution، بتلاقي ان انت لو ضفت اكتر من 30% زنك، بتلاقي بعض ال excess zinc atoms بتبتدي تعمل combination مع الكبر اتومز، وتكون لي كومباوند جديد اسمه CuZn. يبقى بالتالي ابتدى يظهر تو سوليد فيزز. التو سوليد فيزز واحد منهم هو السوليد سوليوشن اللي مكون من الكبر ساتوريتد ويز اباوت 30% زنك. يبقى انت اول 30% من الزنك مع 70% من الكبر عمل لك سوليوشن تمام وقابليه الذوبان كويسه. لو انت حبيت تزود نسبة الزنك ابتدى يتكون فيز تاني. الشكل ده قدامي اهو، ده الاكزامبل الاولاني، عملية الاضافة بتاعت الملح للمية او السكر للمية. ده في البداية بيكون لك محلول سكري او محلول ملحي، بعد شوية بيوصل ان المحلول بيحصل له حالة ساتوريشن، وبعد كده بيبقى في الاكسس سولت بيترصف في القاع. نفس الكلام بيحصل عندنا في السوليد ماتيريالز. لو انت اخترت ماتيريال زي الكبر مع الزنك عشان تعمل السبيكة بتاعت النحاس الاحمر ده، هتبتدي تلاقي ايه؟ تلاقي ان فعلا في البداية اتكون سوليد سوليوشن من الزنك انكبر اللي هو الجزء ده. طيب لما زودت النسبة بتاع الزنك عن 30% ابتدى يتكون المركب اللي في النص ده اللي هو الكومباوند اوف كبر اند زنك. طبعا البروبرتيز بتاعت السوليوشن او السوليد سوليوشن اللي بره ده مختلفه عن البروبرتيز بتاعت ده. انا لما بعمل الوي محتاج ان البروبرتيز بتاعتها كلها تبقى حاجه واحده، انا بدور على الوي يكون ليها خواص معينه عشان تقوم بوظيفه معينه. فبالتالي لو انا زودت عن الكلام ده بقيت قدام حاله limited solubility. طيب هل انا ممكن احسن في الكلام ده؟ يعني هل انا ممكن اخلي في قابلية ان الذرات بتاعت الملح اللي اتكونت تحت دي تدوب اكتر؟ اه في. ازاي؟ ان انت solubility بتزيد بزيادة temperature. تعالى كده امسك محلول زي كده وابتدي سخنه، بقى هيبتدي يعمل ايه؟ هيكسر لك روابط اكتر من اللي موجودة ما بين الاتومز بتاعت السولت ده، وتبتدي يديك نسبة ذوبان اكتر، بس برضو هيبقى ليه ليميت معين. طيب الحالة التالتة نو سولوبيليتي. نو سولوبيليتي بعض الماتيريالز ممكن لو انت ضفتها لبعض مش هتديك عملية الذوبان. زي ايه؟ زي الاويل مع الووتر. لو انت ضفت الاويل مع الووتر هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ الاويل والووتر مفيش عملية ذوبان ما بينهم، بتلاقي ده منفصل عن ده. فبالتالي ما ينفعش ان انا اكون
سوليوشن من الكلام ده. نفس الكلام في السوليد ماتيريالز، في حاجات ما تدوبش مع بعض، زي مثلا النحاس مع الرصاص، الالوي او السبائك بتاعت النحاس مع الرصاص بيبقى فيها حاجه اسمها النو سولوبيليتي او عدم الذوبان. فده كده بتلاقيه في بعض الماتيريالز او بعض السيراميك ماتيريال مع الميتاليك ماتيريالز، بتلاقي ان انت لما تضيف بعض الميتاليك سبستانس لسيراميك ماتيريالز بيبتدي ما يحصلش قابليه للذوبان، فبالتالي ده بيعمل حاجه اسمها سيجريجيشن، بتلاقي الالوي الاتومز انفصلت من بعضيها، وده طبعا مضر للبروبرتيز بتاعت الالوي. فبالتالي مهم جدا ان انا اعرف الحالات بتاعت السولوبيليتي. بعد كده عندنا حاجه اسمها السولوبيليتي ليميت. ايه هو السولوبيليتي ليميت؟ الحدود بتاعت الذوبان. طيب حدود الذوبان يعني ايه؟ يعني احنا من شويه قلنا ان الملح اللي هدوبه في الميه ليه ليميت معين، وبعد كده بتحصل حاله ساتوريشن. معنى كده ان في ما يسمى بالليميت بتاع السولوبيليتي، اللي هو الماكسيمم كونسنتريشن بتاع السوليوت اتومز اللي ممكن تدوب داخل السولفنت، اللي هي ايه عشان تكون لي سوليد سوليوشن. لو انا بتكلم على الماتيريال يبقى في ماكسيمم كونسنتريشن كده، يعني انا قلت لك في الزنك ماكسيمم كونسنتريشن بتاعه كام؟ 30%. يبقى هو لو وصل ل 30% يبقى في حد كده او ليميت يقول لي ان ده كده السولوبيليتي ليميت. طيب الحد ده بيظهر فين؟ بيظهر داخل الفيز دايجرام. نفس الكلام الاكزامبل بتاع الووتر شوجر سوليوشن، في ليميت معين بوصل له وابتدي اقول ان ده الليميت بتاع الذوبان. الشكل ده بيوضحه الفيز دايجرام البسيط. قبل ما نتكلم طبعا على تعريف الفيز دايجرام، هيبقى ده الشكل بتاعي. طبعا احنا واخدين بالنا ان الشكل اللي قدامي لو حبيت ابص عليه هلاقي ان هو علاقه ما بين تمبريتشر درجه حراره على المحور الراسي وكومبوزيشن على المحور الافقي، وده اللي هنتكلم عليه بعد شويه لما نعرف ايه هو الفيز دايجرام. يبقى اول شكل من اشكال الفيز دايجرامز هو علاقه ما بين تمبريتشر وكومبوزيشن. طيب انا بدرس الفيز دايجرام بتاع مين دلوقتي؟ انا بدرس العلاقه ما بين الشوجر والووتر. حلو، الشكل عباره عن ايه؟ هتلاقي التدريج تحت هنا بادئ من 0 لـ100، وكاتب لك هنا ان السي ده هو الكومبوزيشن باي ويت برسنتج شوجر. يعني ايه؟ يعني دي النسبة بتاعت السكر مش النسبة بتاعت المية. يبقى انا ببقى كاتب لك هنا دي نسبة مين. طيب معناها ايه؟ معناها ان هنا 0% سكر، فعشان كده انا كاتب لك ان ده الووتر. يعني لو هنا 0% سكر يبقى 100% ووتر، يعني هنا انت لسه ما ضفتش اي حاجة من الشجر. لو مشيت شوية يبقى انت ضفت 20% شجر، في المقابل هتلاقي ان اللي باقي 80% من مين؟ من الووتر. هنا 40% شوجر 60% ووتر، 60% شوجر 40% ووتر، 80 20. طيب لما توصل ل 100% شوجر معناها ان المحلول بتاعك او ما بقاش فيه ووتر، بقيت في حاله سوليد. طبعا الكلام ده مش هنوصله في الحاله بتاعتنا دي هنا، بس بنوضح الكومبوزيشن بيبقى ماشي ازاي، وهنا درجات الحرارة اللي أنا بشتغل عليها. حلو، إيه الخط الأزرق اللي جوه ده بقى؟ الخط الأزرق اللي جوه ده هو ده solubility limit، الحدود بتاعتي. يعني أنا لو جيت دلوقت عايز أعمل محلول من الووتر مع الشوجر وبصيت على الفيز دايجرام ده أفهم أنا هضيف نسبة سكر قد إيه للمية عشان ما يحصلش حالة الترسيب بتاعت السكر. طيب الكلام ده بقى إزاي؟ يعني على سبيل المثال لو انت جيت عند الروم تمبريتشر، لو انا جيت سألتك سؤال كده قلت لك ايه هو السولوبيليتي ليميت فور شوجر ان ووتر ات 20 ديجري، لو انا بسألك ابتدي طلع لي او اعرف لي السولوبيليتي ليميت، يعني الليميت
اللي احط بيه نسبة السكر داخل الووتر عند الروم تمبريتشر. يبقى انا لو جيت عند الروم تمبريتشر او عند 20 درجة كده اهو، هشد خط افقي هنا. لو انا شديت خط افقي هنا هقاطع الجزء ده او الخط الازرق ده. طيب يبقى انا النقطة دي هنزل بيها كده، لما انزل بيها هجيب نسبة السكر اللي انا اقدر ادوبها جوه الووتر عند النقطة دي. يعني لو بصيت الكلام ده هتلاقي عند 20 درجة لو انت رحت للسي هتلاقي ان القيمة دي تقريبا 65% من مين؟ من الشوجر. يبقى معنى كده ان ات 20 ديجري لو الكونسنتريشن اقل من 65، يعني لو انت حطيت سكر اقل من 65 هتلاقي ايه اللي هيتكون؟ هيتكون وان فيز بس، اللي هو مين؟ الليكويد فيز، اللي هو الليكويد سوليوشن، اللي هو المحلول السكري. طيب لو انت زودت الكونسنتريشن بتاع السكر عن 65% خليته 70، خليته 80، يبقى انت ابتدى يحصل ايه؟ ابتدى يتكون تو فيزز. التو فيزز ايه هما؟ ليكويد فيز اللي هو المحلول السكري بلس سوليد فيز اسمه اس اللي هو مين؟ الشوجر اللي ابتدى يترسب في القاع. يبقى انت هنا مهم جدا ان انت تعرف حاجه اسمها solubility limit، وده اكزامبل عليها. طيب لو بصينا على الكلام ده في السوليد ماتيريال، ده طبعا فيز دايجرام معروف للزنك مع الكبر. يعني انت لو رحت فتحت الكتب بتاعت الماتيريالز وحاولت تجيب الفيز دايجرام للزنك مع الكبر هتلاقيه حاجه زي كده. طيب هنا مديك ايه برضو؟ هنا مديك هنا كبر، وكاتب لك هنا ان ده الويت بيرسنت زنك، يعني معنى كده ان دي النسب بتاعت الزنك. يعني ايه؟ يعني ده 0% زنك. طب لما يكون 0% زنك يعني ده مين؟ يعني ده البيور كبر، يعني ده 100% كبر، يعني انا لسه ما ضفتش او ما عملتش الالوي. طيب امشي كده بقى، 10% زنك يبقى هيبقى السولفنت بتاعي هو الكبر بيمثل 90%، 20% زنك يبقى الكبر 80%، 30% زنك يبقى الكبر 70% and so on. تمام؟ لما توصل لاخر التدريج 100 يعني 100% زنك يعني بيور زنك، يبقى انت كده ما عملتش الوي. طيب يبقى الالويز هي في المنطقة اللي جوه دي. طب هنا احنا اتفقنا ان السيستم بتاع الزنك مع الكبر هو ليه حاجة اسمها limited solubility. تعالوا نشوف الكلام ده. لو انا بصيت هنا وقلت لك عند مثلا 200 درجة انت كده ابتديت تسخن او تعلي التمبريتشر، هتدخل كده افقي. لو قطعت هنا هتلاقي هنا ان انت لو نزلت تقريبا هتلاقيها 35 مثلا. يبقى انت عند 200 درجة لو انت شغال الابليكيشن بتاعك عند 200 درجة اقصى حاجة تضيف، لو انت هتعمل سبيكة من الزنك والكبر اقصى حاجة تحطها ان انت تحط 35% من الزنك. تمام؟ لو انت حطيت اقل من 35% يبقى انت هتحصل على solid solution من الزنك مع الكبر، خليط متجانس من الزنك والكبر يديك البروبرتيز اللي انت عايزها. لو انت زودت عن ال 35 عند درجة ال 200 دي هتلاقي ان السوليد سوليوشن ده اللي هو الزنك مع الكبر ابتدى يظهر لهم فيز تاني او كومباوند تاني من الكبر مع الزنك، فبالتالي هتلاقي البروبرتيز اللي انت عايزها مش هتحصل عليها. يبقى مهم جدا ان انا احدد السولوبيليتي ليميت واحدد النسب اللي انا هضيف بيها العناصر بتاعه الالوي او السبيكه. طيب نبتدي بقى من الكلام اللي قلناه ده، ابتدى يوضح بالنسبه لي ايه هو الفيز دايجرام. الفيز دايجرام هو جرافيكال ريبريزنتيشن. الجرافيكال ريبريزنتيشن ده زي ما شفنا من شويه، سواء الفيز دايجرام بتاع الووتر سوليوشن او الووتر مع الشوجر او الجزء بتاع الزنك مع الكبر، الاثنين دول ابتدوا يحددوا لي مين؟
يحددوا لي شوية معلومات أو شوية انفورميشن. ابتديت أبص فيهم على الفيزز، يبقى واضح من الفيز دايجرام إن هو بيوضح لي الأطوار أو الفيزز اللي بتبقى موجودة لكمبوزيشن معين. بيوضح لي برضو الفيز دايجرام التمبريتشر، يبقى في درجات حرارة بقدر اعرف عند درجة حرارة معينة اقدر اشتغل عند كومبوزيشن كام. في برضو فيز دايجرام بتوضح لي البريشر. كل الكلام ده بسميه الفيز دايجرام، وفي بعض الاحيان بسميه الاكوليبريم فيز دايجرام. يبقى ده كده تعريف الفيز دايجرام. طيب الفيز دايجرام برضو من ضمن الحاجات اللي قلنا عليها انه ممكن يعرفني الترانسفورميشن اللي بتحصل نتيجة التشينج في بعض البارامترز. البارامترز اللي هندرسها ايه هي؟ معظم الفيزز او الفيز دايجرامز هتلاقيها عبارة عن علاقة ما بين تمبريتشر بريشر كومبوزيشن. يا اما تلاقي تمبريتشر مع بريشر، يا اما تلاقي تمبريتشر مع كومبوزيشن، وهكذا. يعني هتلاقي بعض الفيز دايجرام بتشتغل مثلا تمبريتشر مع كومبوزيشن، في تمبريتشر مع بريشر. هنشوف الكلام ده، وهيبقى في فيديو كده في اخر الليكتشر هبتدي اعرفكم ايه الفيز دايجرام، او تتفرجوا على الفيز دايجرام والترانسفورميشن اللي بيحصل للماتيريال، ازاي الماتيريال بتتحول من ليكويد لليكويد زائد سوليد لسوليد لجاز. يبقى المراحل دي هتبان لي، وهيبان لي ايه اللي بيحصل في المايكروستراكشر بتاعي. فمعنى كده ان الفيز دايجرام هتلاقي ان هي دايجرام مهم جدا تعرف منه المعلومات اللي قلنا عليها دي كلها. حلو، الفيز دايجرام بيبتدي يتصنف بناء على عدد الكومبوننت اللي موجودة داخل السيستم. يعني على سبيل المثال لو انت بتدرس اللوي، الالوي دي متكونة من تو كومبوننت زي اللي خدناه من شوية، الكابر مع النيكل او الكابر مع الزنك. يبقى انت بتتكلم على عنصرين مكونين للسبيكة، فبنقول عليها ان هي باينري دايجرامز. باينري دايجرامز يعني المنحنيات اللي هي بتاعت السبائك الثنائية، وده اللي هنركز عليه قوي في الشرح بتاعنا. طيب الباينري فيز دايجرامز زي ما اتفقنا هي بتبقى عبارة عن تو كومبوننت او عنصرين مكونين للسبيكة بتاعتي. هبتدي ادرس الباينري الويز، وهركز قوي ان انا هفترض ان البريشر بتاعي كونستانت. احنا قلنا ان الفيز دايجرام هي علاقة ما بين بريشر تمبريتشر كومبوزيشن. احنا هنفترض في الباينري الويز اللي هندرسها دي ان البريشر كونستانت، وهبتدي اقول ان التغييرات او التشينج اللي بيحصل بيحصل ما بين تمبريتشر وما بين كونسنتريشن. يبقى هنبتدي نركز على الباينري فيز دايجرامز. تعريف الباينري فيز دايجرامز زي ما اتفقنا، احنا قلنا ان هو عبارة عن جرافيكال ريبريزنتيشن او مابس، خريطة بتمثل لي الريليشن شيبس بتوين تمبريتشر وكومبوزيشن للفيزز اللي موجوده عند الاكوليبريم، وده بيأثر على المايكروستراكشر طبعا بتاع الالوي. طبعا زي ما اتفقنا هعتبر ان البريشر كونستانت عند 1 اتموسفير، وهبتدي استخدم العلاقه ما بين التمبريتشر والكومبوزيشن. انواع الباينري فيز دايجرامز، في ثلاث أنواع من الباينري فيز دايجرامز هندرسهم مع بعض. أول واحد بيتكلم على الباينري ايزومورفس سيستمز، أو بين قوسين كده الكمبليت سولوبيليتي اوف تو كومبوننت. احنا قلنا الباينري فيز دايجرامز هي دايجرامز بتبتدي تستخدم مع السبائك الثنائية. تمام، في سبائك بيبقى ليها complete solubility مع بعض زي ما اتفقنا، وفي سبائك بيبقى ليها limited solubility زي مثلا الزنك مع الكبر زي ما شفنا من شوية. فهيبقى في diagrams بتتكلم على الـ السبائك اللي ليها قابلية ذوبان في بعضها اللي هي بنسميها الايزومورفس، وفي
سبائك تانية ليها فيز دايجرام خاصة بالليميتد سوليد سيلبوليشن. طبعا الكلام ده في منه أربع حالات، في أربع تفاعلات مشهورين قوي هنبتدي ندرسهم. في حاجة اسمها الإيوتكتيك رياكشن، إيوتكتويد رياكشن، بريتكتيك رياكشن، وبريتكتويد رياكشن. دول هنفهمهم كويس جدا، بس طبعا ده كده هيكون في الليكتشر الجاية. احنا طبعا هنركز على النوع الأولاني في الليكتشر دي. وفي باينري سيستم ويز انترميديت كومباوند، يبقى دول كده التلات انواع بتوع الباينري فيز دايجرامز. طيب نمسك اول حاجه سوري الباينري ايزومورفس سيستم. الباينري ايزومورفس سيستم انا هتكلم على سيستم مشهور جدا، هو النيكل مع الكبر. يبقى ايزومورفيز دي بتعني ان هما ذا سيم ستراكشر. كلمه ذا سيم ستراكشر معناها ان الكومبوننت بتاعه الالوي بتاعتي بيحصل ذوبان او كومبليت سولوبيلتي ما بينهم، فعشان كده السبيكه بيبقى ليها نفس البروبرتيز، نفس الاستراكشر. لو انا ابتديت اقيس الخواص بتاعه السبيكه دي هلاقيها متجانسه، فعشان كده بسميه ايزومورفيز. طيب الفيز دايجرام المفروض اللي قدامي ده هبتدي ابص عليه، هلاقي ان هو المحور الافقي بتاعه كومبوزيشن، والمحور الرأسي تمبريتشر. طيب ايه المعلومات اللي ممكن اخدها من الشكل اللي قدامي ده؟ لو انا بصيت على الشكل اللي قدامي ده هلاقي الاتي. اول حاجة لو انا بصيت على التدريج اللي تحت هلاقيه بادئ من 0 لـ 100. طيب مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه ان هو الكومبوزيشن نيكل ويت برسنتج. يبقى انا هنا ده التركيز او النسب بتاعة النيكل، بدأ من 0% نيكل، معناها ان هي 100% كبر. 100% كبر يعني ده كده بتكلم عن مين؟ عن البيور كبر. يبقى انا بتكلم على الاليمنت او الكبر اللي هو ايه؟ بيور. يعني انا كده ما بتكلمش على سبيكه هنا. طيب لما ادخل كده شويه عند 20 يبقى انا كده ابتديت اكون سبيكه او الوي. السبيكه دي عباره عن ايه؟ نسبها ايه؟ نسبها 20% نيكل 80% كبر. لو دخلت شويه 40% نيكل 60% كبر، 60% نيكل 40% كبر، 80% نيكل 20% كبر، 100% نيكل. يبقى انا بتكلم على البيور نيكل، يبقى هنا زيرو كبر، يعني هنا في الحته دي مش سبيكه، ده بيور ميتال. يبقى على الخطوط دي من بره هنا بيور ميتال وهنا بيور ميتال، هنا 100% كبر وهنا 100% نيكل. طيب دي درجات الحراره. طيب درجات الحراره دي بتعبر عن ايه؟ لو انا بصيت للنقطه الاولانيه دي هلاقي تقريبا ان النقطه الاولانيه دي تحت ال 1100، يعني تقريبا عند 1083 حاجة زي كده. حلو. طيب النقطة دي بتعبر عن ايه؟ النقطة دي بتعبر عن الميلتنج بوينت بتاعت الكبر، لان هنا بيور ميتال، هنا 100% كبر. فالنقطة دي احنا اتفقنا ان الفيز دايجرام بعرف منه الميلتنج بوينت او نقط الانصهار بتاعت العناصر، فبالتالي السبيكة دي الكبر بتاعها بيدوب عند 1083. طب بص الناحية التانية، النقطة دي لو دخلت بيها كده هتلاقيها تقريبا معدية ال 1460 مثلا، 1470. لو انت رحت دورت على الميلتنج بوينت بتاعت النيكل هتلاقيها تقريبا في الحدود دي. يبقى الفيز دايجرام عرفني اول معلومة اهي، ان انا دلوقت البيور كبر الميلتنج بوينت بتاعته كام، والبيور نيكل الميلتنج بوينت بتاعته كام. جميل. بعد كده هتلاقي ان الفيجر بيحتوي على 3 فيزز. ايه هما الفيزز بقى؟ نركز كده بالراحة. لو انا ابتديت اصهر، يعني ايه اصهر؟ سي مثلا ان انت شغال على اللوي مكونة من 20% نيكل و 80% كبر. انت حاطط نسبة 20% نيكل مع 80% كبر، فابتديت تعمل ميلتنج، ابتديت تصهر السبيكة. ميلتنج يعني انت هترفع درجة الحرارة،
يبقى هتبتدي تظهر. ادي كده عديت على 1083، 1100، ابتدى الكبر ينصهر. تبتدي تكمل ترفع في درجة الحرارة، عديت الميلتنج بوينت دي، وصلت مثلا ل 1500. لما وصلت هنا ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان كل الكبر حصل له ميلتنج، وكل النيكل حصل له ميلتنج. يبقى انت تكون عندك سوليد سوليوشن عبارة عن ايه؟ ليكويد فيز. يبقى المنطقة دي هو انت بتتكلم على سبيكة بس في حالة ايه؟ الليكويد. جميل. بعد ما بنوصل للكلام ده بنبتدي نعمل ايه؟ بنبتدي نعمل عملية السوليديفيكيشن، عملية التبريد او التجمد بتاع الماتيريال. فالسوليديفيكيشن هتبتدي الماتيريال تبرد. معنى ان الماتيريال تبرد يعني ايه؟ يعني درجات الحرارة هتقل. لما درجات الحرارة هتقل هيبتدي الليكويد ده هيبتدي يكون لي سوليديفيكيشن النيوكلياس او النويات الصغيرة. النيوكلياس لما تتكون تبتدي تكون الاتوم، والاتومز تكون المولكيولز، والمولكيولز تكون اليونت سيل، واليونت سيل تكون لي الكريستال، والكريستال تبتدي تكون الجرين، والجرين باوندري. طيب المراحل دي بتتم ازاي؟ يبقى انا بنزل، كل ما بنزل بدرجة الحرارة هلاقي نفسي داخل في منطقة تانية او في فيز تاني. طبعا الماتيريال ما بتبقاش ليكويد وتتحول مرة واحدة لسوليد، لا، ده انا هنا ليكويد بنزل شوية، لو نزلت هاجي هنا هروح داخل المنطقة دي. المنطقة دي عبارة عن ايه؟ ليكويد زائد الفا. الالفا ده بنسميه سوليد، ممكن اسميه اس، ممكن اسميه اي رمز معين نتكلم عنه. يبقى الالفا هنا في الرسمة اسمها سوليد، يبقى المنطقة دي منطقة ليكويد زائد سوليد. يعني ايه؟ يعني النيكل والكبر اللي كان كله ليكويد ابتدى يبرد او ابتدى يحصل له سوليديفيكيشن، فجزء منه فضل ليكويد لسه ما بردش بالكامل، وجزء اتحول لسوليد. فابتديت دلوقتي مرحلة ان جزء لسه ليكويد وجزء سوليد. طيب بعد كده هبتدي ابرد اكتر. لما اوصل ان انا برد اكتر وانزل بدرجة الحرارة هلاقي نفسي دخلت جوه المنطقة دي. المنطقة دي هي ايه؟ الالفا او السوليد. يبقى انا الدايجرام كده في 3 different phases. ال 3 different phases ايه هما؟ liquid phase بديله الرمز L، solid زائد liquid بديله الرمز L زائد S او L زائد alpha، والsolid اللي هو بديله الرمز S او alpha. يبقى ده كده 3 phases. طيب ايه تاني موجود في الديجرام؟ في حاجة اسمها liquidus line اللي هو الخط الاخضر ده. يبقى انا عندي في خط بيفصل ما بين منطقتين، المنطقة اللي فوق دي هي منطقة مين؟ الليكويد. يعني المايكروستراكشر كله هنا عبارة عن ليكويد. طب والمايكروستراكشر جوه هنا عبارة عن ليكويد زائد سوليد. الخط الفاصل ما بين الليكويد والليكويد زائد سوليد هو الليكويد اس لاين. يبقى ده كده عبارة عن الترانزيشن او الجزء اللي بيعمل سيباريشن ما بين الليكويد والليكويد زائد سوليد. طيب لو نزلت شوية في الخط الازرق ده، الخط الازرق ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفاصل ما بين المرحلة بتاعت الليكويد زائد سوليد وما بين السوليد، ان الماتيريال تتحول من الليكويد زائد سوليد ل completely سوليد. يبقى ده السوليدز لاين، يبقى ده السوليدز لاين، يبقى ده الليكويدز لاين وده السوليدز لاين. يبقى ده كده الشكل او الفيز دايجرام اللي قدامي شرحته عامل ازاي. طيب هبتدي اترجم الباينري فيز دايجرام. هترجم الباينري فيز دايجرام ازاي؟ المفروض ان انت لو انا اديتك جيفن تمبريتشر، ده طبعا بيجيلك في صوره زي مساله كده، بديك تمبريتشر معينه وكومبوزيشن معين. احنا اتفقنا هنا لو انا جيت قلت لك اشتغل لي عند 20% نيكل مع درجة حرارة 1300، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتمد خط كده رأسي عند ال 20%، يبقى ده الكومبوزيشن اللي انا اخترته، وتمد خط افقي، يبقى ده مين؟ يبقى ده التمبريتشر اللي انا اخترتها. التقاطع بتوع الخطين ده هيكون هنا، يبقى وقع في انهي منطقة؟ في منطقة الليكويد. يبقى انا كده هديك هنا
given temperature and composition. طيب من الكلام ده لو انا اديتك التمبريتشر والكومبوزيشن تقدر تحدد ايه؟ تقدر تحدد الفيزس اللي موجوده. يعني تقدر تقول لي هنا المنطقه دي اتكون فيها انهي فيز، او الكومبوزيشن اللي انت مدوني ده اتكون فيه انهي فيز. يعني انا لو اديتك مثلا نسبه 60% نيكل وقلت لك عند 1100 يبقى انت كده وقعت في منطقه سوليد. طيب يبقى انا هنا اول حاجه اقدر احددها الفيزس اللي اتكونت. طيب ايه تاني؟ انا اقدر اعرف الكومبوزيشنز بتاعت الفيزس دي. يعني ايه؟ يعني انت لو قلت لك عند 40% وعند 1200، لو قطعت ال 40% مع ال 1200 هتيجي مثلا تقريبا هنا، او خليك مثلا مع 1250 هتيجي في منطقه الليكويد زائد السوليد. طب انا وقعت هنا عرفت ان المنطقه دي فيها ليكويد زائد سوليد، طب نسبه الليكويد قد ايه ونسبه السوليد قد ايه؟ يبقى انا اقدر احدد الكلام ده، اقدر اعرف الكومبوزيشن بتاعت الفيزز. طيب الريلاتيف فراكشن اوف ذا فيزز يعني ايه؟ يعني وزن السوليد قد ايه ووزن الليكويد قد ايه. يعني انا مش بعرف النسب بتاعتهم وبس، لا ده انا بعرف وزنهم كمان كام في الميه، او الويت بتاع السوليد قد ايه والويت بتاع الليكويد قد ايه. برضو من ضمن المعلومات اللي اقدر اخدها من الفيز دايجرام حاجه اسمها الكولينج كيرف، او المنحنيات بتاعه التبريد، اللي هو بيكون علاقه ما بين تمبريتشر وتايم. يعني ابرد وقت قد ايه عند تمبريتشر كام. يبقى ده برضو معلومات بقدر اخدها من الفيز دايجرام. يبقى شكل المساله ممكن يجي لك على كده، على الشكل ده، اديك تمبريتشر واديك كومبوزيشن واطلب منك ان انت تطلع الاربع نقط دول. طيب تعالوا نشوف، ادي اول اكزامبل عندي. لو انا بصيت على الاكزامبل اللي قدامي، الفيجر اللي قدامي ده هو عباره عن ايه؟ لو انا قلت لك اشرح لي الفيجر ده، اهو قلت لك اشرح لي الفيجر ده، هتقول لي اول حاجه والله انت واخد كومبوزيشن عند 40%، السبيكه دي مكونه من عنصرين، العنصر الاولاني اسمه ايه والعنصر الثاني اسمه B. طبعا العنصر اللي انا ببقى كاتبه ناحيه اليمين ده يبقى ده الكونسنتريشن بتاعه، يبقى الكومبوزيشن هنا ويت في الميه B، يعني هنا 0% B يعني 100% A، 20% B يعني 80% A، 40% B 60% A، 60% B 40% A، 80% B 20% A، 100% بي يبقى 0 A. يبقى ده البيور بي او البيور ميتال اللي هو بي، وده البيور ميتال اللي هو A. طيب ايه تاني؟ الكومبوزيشن هنا متاخد عند كام؟ عند 40% بي. يبقى انا لو قلت لك في المسألة خد لي كومبوزيشن عند 40% بي، يبقى انت هتيجي عند 40 وتروح راسم الخط الرأسي ده. جميل، انا ممكن ألخبطك اقول لك خد لي كومبوزيشن عند 60% A، فما يجيش واحد يروح رسم لي الخط عند 60% دي. ليه؟ لان 60% دي هي 60% مين؟ B. لكن انا بقول لك خد لي الكومبوزيشن عند 60% A عشان اشوفك فاهم ولا لا. ف 60% A موجوده فين؟ هنا، لان دي 40% B اللي هي بتمثل 60% A. فتركز انا مديك كومبوزيشن عند كام. حلو، فانا بقول لك هنا الكومبوزيشن عند 40% بي. طيب ودرجات الحراره مديك اكتر من درجه حراره، زي مثلا ان انا قلت لك دي 1300 ودي مثلا 1200 ودي مثلا 1100، فبقول لك ايه؟ عند كل درجه حراره طلع لي الفيزس اللي اتكونت عند الكومبوزيشن اللي هو ال 40. فانت هتعمل ايه؟ هتروح جاي كده مشاور لي على النقطه دي وتقول لي بالرسم بقى، الرسم البسيط اللي قدامك ده، ان انت ترسم مربع كده او ترسم دايره كده وتروح عامل جواها شويه خطوط منقطه، يبقى انت بتشاور على النقطه دي وتكتب عليها ان ليكويد، يعني عند تركيز او السبيكه اللي مكونه من 40% بي و 60% اي عند درجه حراره مثلا 1300 الفيز اللي اتكون هو 100% ليكويد. يبقى ده كده
ليكويد فيز. طيب لو نزلت عند مثلا 1200، تقول لي عند 1200 والله اتكون الفيز اللي قدامي ده. طب هو عمل ايه؟ رسم مربع، ممكن تعمل نقط هنا، شوية نقط كده، بتعرفني ايه؟ بتعرفني ان في جزء منه ليكويد وبين دوائر صغيرة كده تكتب فيها اس او تكتب فيها الفا، اللي هو بيمثل مين؟ السوليد بتاعك. يبقى انت بتعرفني ان المنطقة دي فيها جزء سوليد، جزء اتجمد، وجزء لسه عبارة عن ليكويد. يبقى انت هنا ليكويد سوليوشن زائد كريستالاينز اوف سوليد سوليوشن. طيب لو قلت لك عند ال 1100، عند ال 1100 هتقول لي والله المنطقة دي منطقة سوليد، يبقى منطقة السوليد دي اتكون فيها الشكل اللي قدامي، كأنك عملت ايه؟ الجرين باوندريز اهي، وابتديت تتكون الجرينز بتاعتي، وتقول لي ان ده الفا ده الفا ده الفا ده الفا ده الفا. يبقى بس ده إجابة الخطوة الأولانية. لو أنا طلبت منك إن أنت تحدد لي الفيزس اللي اتكون، يبقى كل اللي هتعمله هتشاور على الرسمة كده أو تكتبها لي على جنب هنا كده، إن في 3 فيز ريجون كان بي ايدنتيفايد اون ذا فيز دايجرام، ليكويد وسوليد زائد ليكويد وسوليد. طيب عدد الكومبوننت هنا زي ما اتفقنا هما كام؟ 2 كومبوننت اللي هما الاي والبي. يبقى انت ده اول جزء، ان انا لو طلبت منك اول حاجه ده اهي، قول لي الفيزس اللي اتكونت، يبقى ده اول مطلوب، ده حله ان انت رسمت الرسمه او على الرسمه اللي انا جايبها لك ابتديت تكتب لي المناطق او الاشكال اللي اتكونت او الفيزس اللي اتكونت عند الكومبوزيشن ده وعند درجات الحراره اللي انا مديها لك في المساله. طيب ده بالنسبه للمطلوب الاول. المطلوب الثاني هيحدد مين؟ ده طبعا برضو لسه بتكلم على determination of phases present، ده برضو example تاني. بقول لك لو انا عارف التمبريتشر وعارف الكومبوزيشن، يبقى في الحالة دي هقدر احدد الفيزز. على سبيل المثال ايه؟ طبعا هنا مرسوم قدامك، ده طبعا الحل. انا هنا بديك في المسألة اقول لك والله انا عايز كومبوزيشن 60% نيكل عند 1100 ديجري، يبقى انا بحدد لك كومبوزيشن اللي هو السي او، وبحدد لك تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة، واقول لك عند الكومبوزيشن ده ودرجة الحرارة دي قول لي الفيز اللي هيتكون عبارة عن ايه. طيب ابتدي اعمل الكلام ده. والنقطة الثانية طالب منك ان عند كومبوزيشن 35 باي ويت في المية نيكل و 1250 ديجري حدد لي الفيز بتاع. هاجي احل بقى الرسمة، مثلا انا مديها لك جيفن كده مرسومة، فانت هتيجي تعمل ايه؟ هتوقع النقط اللي قدامك دي. هاجي عند ال 60 باي ويت في المية نيكل، ادي هنا الكبر يعني ده 100% كبر، 0% نيكل، 20 نيكل، 40 نيكل، ادي ال 60 النيكل. يبقى انا هنا بدور على ال 60 النيكل اهي. طيب هطلع بيها كده بخط منقط، ده عند درجة حرارة كام؟ 1100، ادي ال 1100 اهي، ادخل كده حصل التقاطع في النقطة دي. يبقى النقطة دي اتكون كام فيز؟ هو 1 فيز اللي هو مين؟ الالفا. وممكن اشاور عليه وارسمه زي الرسمة اللي فاتت دي، ارسم اللي هو الجزء ده. طيب بعد كده النقطة الثانية، عايز عند 1250، ادي ال 1200، ادي ال 1250، هدخل بيها افق مع 35% نيكل، ادي ال 40% نيكل، يبقى دي ال 35. طبعا انت هتبقى الرسمة عندك بسكيل، فبالتالي اهو يبقى انا هحدد النقطة دي وابتدي اطلع كده وابتدي ارسم الجزء ده. يبقى هنا هبتدي احدد البوينت دي. بعد ما حددت البوينت دي يبقى ابتدى يحصل عندي ايه؟ ابتديت احدد المنطقة دي. المنطقة دي فيها ايه؟ فيها ليكويد زائد سوليد، يبقى ال زائد الفا. يبقى انا قلت له ان دي منطقة تو فيزز، ممكن اشاور عليها واروح راسم زي الرسمة اللي فاتت اهي، اشاور عليها كده وارسم الرسمة دي، اقول له ان دي ليكويد، ممكن احط هنا نقط عشان تبين لي ان في ليكويد لسه ما تحولش للسوليد. يبقى ده كده الشكل بتاعي لو انا طالب منك ان انت تحدد مين الفيزز بريزنت، ده اول مطلوب.
طيب المطلوب التاني اللي هو ايه؟ finding الكومبوزيشن in two phase region. يعني ايه؟ لو انت رجعت للرسمة دي، لو انا جيت قلت لك النقطة بتاعتي هنا، تمام؟ في الحتة دي هنا اللي تكون كام؟ او اللي تكون ايه؟ liquid. طب الليكويد ده كام في المية؟ 100% liquid، مفيش اي حاجة معاه. طب هنا النقطة دي 100% solid، يبقى انا هنا انا عارف ان الكومبوزيشن الاستراكشر اللي اتكون كله سوليد، وهنا الاستراكشر اللي اتكون كله ايه؟ ليكويد. طب انا لو نقطه زي دي عباره عن ايه؟ ليكويد زائد سوليد. طيب الليكويد زائد سوليد ده هو كام في الميه منه ليكويد وكام في الميه منه سوليد؟ يعني ايه؟ يعني الرسمه اللي انت راسمها دي السوليد اللي اتكون ده نسبته قد ايه، والليكويد اللي لسه ما تحولش لسوليد نسبته قد ايه؟ يبقى انا هنا في المطلوب التاني ده انا بعمله لمين؟ للتو فيز ريجون. يبقى المنطقه اللي بيبقى فيها تو فيز اللي هي فيها ليكويد زائد سوليد. طيب عشان اوجد الكلام ده في طريقه عندي بتتعمل، دي الخطوات بتاعه الطريقه هنقولها مع بعض. ادي الفيز دايجرام بيجي لك مرسوم كده او انت بترسمه، طبعا هتتعلم الكلام ده في السكشن. السكشن طبعا هتواصل مع الباشمهندس علي ان هو يرفع لكم السكشن ده ان شاء الله. حلو، لو انا بصيت على الكلام ده، ده الفيز دايجرام. المنطقه اللي انا بدور عليها هي منطقه مين؟ التو فيز ريجون، يعني اللي هي المنطقه ده طبعا ليكويد، ده خلاص ده ما فيهش مشكله، ده 100% ليكويد. هنا ده 100% سوليد، المنطقه اللي هنا هي اللي بيتكون فيها الليكويد زائد السوليد. جميل. لو انا في المسألة بتاعتي انا مديك كومبوزيشن اللي هو السي او ده، اللي هو الخط اللي في النص ده كده، قلت لك هو ده الكومبوزيشن بتاعي، ومديك درجة حرارة هنا اهي، دخلت كده اتقطعت مع الكومبوزيشن، اديتك النقطة دي اللي انا واقف عندها بالظبط. حلو، النقطة دي عبارة عن ايه؟ هتقول لي عبارة عن ليكويد زائد سوليد. جميل. طب ليكويد زائد سوليد نسبة الليكويد قد ايه ونسبة السوليد قد ايه؟ الكومبوزيشن بتاعه قد ايه؟ بعرفه ازاي بقى؟ أول خطوة، وأنت واقف عند النقطة اللي أنت بتتكلم عنها هنا، هتعمل حاجة اسمها التاي لاين. إيه هو التاي لاين؟ يعني من النقطة اللي أنت قطعت بيها درجة الحرارة هتشد خط كده أفقي. الخط ده بيعمل إيه؟ بيبقى موازي طبعًا لمحور إكس ده، وبيقطع الخطين، الخط بتاع الليكويد، الليكويد لاين والسوليد لاين، بيقطع ده في نقطة اكس وبيقطع ده في نقطة واي. جميل. يعني ايه؟ يعني انت لو رجعت للشكل اللي قدامك ده وقلت او الشكل ده هنا، النقطة دي قلت لك انا عايز عند كومبوزيشن 1250 و35 باي ويت نيكل، يبقى دي ال 35 باي ويت نيكل مع ال 1250 اديتك النقطة دي. عند النقطة دي هتروح عامل ايه؟ هتشد خط افقي كده، الخط ده هيقطع خط السوليد الازرق ده في نقطة، وهيقطع خط الليكويد الاخضر ده في نقطة، ده اللي احنا عاملينه دلوقتي. يبقى انت اول خطوة لوكيت الكومبوزيشن اند تمبريتشر ان دايجرام. يبقى الخطوة الاولانية هترسم الكومبوزيشن اللي انا مديهولك والتمبريتشر اللي انا مديها لك. جميل. بعد كده النقطة دي ظهرت عندي. In two phase region draw horizontal line، هترسم الهوريزونتال لاين اللي هو اللي اسمه اكس واي. التاي لاين ده او الايزوسير هيقطع الليكويد لاين في نقطة اكس، وهيقطع السوليد لاين في نقطة واي. يبقى انا رسمت الكلام ده. طيب عند النقطتين دول هتقرا الكومبوزيشن بتاعهم ازاي؟ النقطة بتاعت اكس دي تنزل بيها لتحت، مش انت هنا عندك تدريج مكتوب عليه الكومبوزيشن زي ده اهو ده. يبقى انا لو قطعت هنا في نقطة ونزلت هنا كده هقدر اجيب التدريج ده قد ايه، لان ده معروف عندي بسكيل. يبقى انا هنا بقول لك اهو الخطوة التالتة، اقرا الكومبوزيشن اللي تحت. الكومبوزيشن اللي تحت ده اسمه ايه؟ سي ال، الكومبوزيشن بتاع الليكويد. ليه؟ نقطة اكس دي قريبة من مين؟ من منطقة الليكويد ولا منطقة السوليد؟
هتلاقي ان الاكس دي موجوده على الخط بتاع الليكويدز لاين، يبقى الليكويدز لاين اللي هي نقطه اكس، يبقى ده الكومبوزيشن بتاع الليكويد. نقطه واي قريبه من مين او موجوده على خط مين؟ خط السوليد، يبقى هي قريبه من الالفا او قريبه من الاس، فبالتالي يبقى ده التركيز بتاع الاس. يبقى انت هتقول لي لو نزلت كده هتقول لي المنطقه دي فيها سوليد زائد ليكويد، الكومبوزيشن بتاع السوليد اهو بتاع الليكويد اهو اللي هو سي ال، والكومبوزيشن بتاع السوليد اهو اللي هو سي اس. يبقى دي الطريقه بتاعتي اللي انا هطلع بيها الخطوه الثانيه اللي هو فايندنج الكومبوزيشن ان تو فيز ريجون. لو خدت اكزامبل 1 على ازاي اوجد الكومبوزيشن بتاع التو فيز ريجون، الاكزامبل اللي قدامي بيقول لي ديترماين الكومبوزيشن اوف اتش فيز ان ا كبر 40% نيكل الوي. يبقى انا عندي سبيكه مكونه من الكبر مع 40% نيكل عند مين بقى؟ عند 1300 درجه و1270 درجه و1250 درجه و1200 درجه. يبقى انا مديك مجموعه من درجات الحراره مع كومبوزيشن واحد. حلو، لو بصيت على الدايجرام هتلاقي هنا بادئ كبر، يعني ده 100% كبر، 20% نيكل يعني 80% كبر، 40 نيكل، 60 نيكل، 80 نيكل، 100% نيكل يعني 0% كبر. وهنا قايل لك ان الويت بيرسنت هي النيكل او التزايد بتاع النيكل. حلو، هاجي اعمل ايه؟ هرسم الكومبوزيشن اللي مدهون. يبقى هاجي عند 40% نيكل وهشد خط راسي بالشكل ده. بعد كده هرسم درجات الحراره اللي مدهاني. ادي اول درجه حراره 1300، رسمت اداني النقطه دي. بعد كده النقطه الثانيه عند 1270، ادي عند 1270 اداني النقطه دي اهي ال 1270. عند 1250 ادي ال 1250 النقطه دي. بعد كده اهي، بعد كده عند ال 1200 ادي ال 1200 لما ادخل اداني النقطه دي. جميل، لو انا قلت لك دلوقتي اول مطلوب حدد لي الفيز بريزنت، الفيزز اللي اتكونت، هتقول لي عند 1300 الفيز اللي اتكون هو ايه؟ ليكويد. طب عند 1200 سوليد. طيب عند 1270 و 1250 هو ايه؟ ليكويد زائد سوليد. يبقى انا كده حددت الجزء الاولاني. طيب لو انا قلت لك قول لي الكومبوزيشن بتاع كل نقطه، الكومبوزيشن بتاع النقطه الاولانيه دي عباره عن ايه؟ هتقول لي ده 100% ليكويد. يعني ايه 100% ليكويد؟ يعني الالوي كلها ليكويد. طيب الالوي دي مكونه من ايه؟ مكونه من كبر ونيكل، صح؟ لان دي سبيكه كبر مع نيكل. حلو، طب هما 100% ليكويد، كام في المية من الليكويد عبارة عن كبر وكام في المية عبارة عن نيكل؟ هتقول لي ده كله 100% ليكويد، 40% منهم نيكل لان دي البرسنتج اللي انا قايل لك عليها، و 60% منها كبر. يبقى النقطة دي عبارة عن 40 نيكل و 60 كبر، والاتنين مع بعض موجودين في حالة ليكويد، الاتنين منصهرين. يبقى دي اول حاجه اهو، هتقول لي عند ال 1300 اونلي ليكويد فيز هو اللي موجود. طيب الليكويد فيز ده بيحتوي على ايه؟ 40% نيكل و 60% كبر، والاثنين موجودين في الحاله بتاعت الليكويد. ارجع تاني، النقطه اللي تحت دي اللي هي نقطه ال 1200 موجود عندها كام؟ موجود عندها سوليد فيز، وان فيز. الوان فيز ده كام في المية؟ 40% منه نيكل و 60% منه كبر، والاتنين في حالة سوليد. يبقى أنا لو بصيت كده عند 1200 only solid alpha is present. So solid must contain 40% نيكل 60% ايه؟ كبر. يبقى الاتنين دي النسب بتاعتهم. بعد كده دلوقتي عندي منطقة 2
فيز ريجون اللي هي دي، يبقى لازم انا اطبق عليها انهي قاعده؟ القاعده اللي فاتت بتاعت التاي لاين. يبقى انا لازم ارسم تاي لاين اهو. التاي لاين الاولاني الخط المنقط ده رسمته عند النقطه دي، قطع الخط بتاع الليكويد في نقطه، وقطع الخط بتاع السوليد في نقطه، اللي هم سميناهم في الرسمه اللي فاتت اكس وواي. حلو. لما تنزل هنا هتقول لي ايه؟ هنزل بالنقطه دي لتحت كده عشان اجيب الكومبوزيشن بتاعها. دي الخط اللي في النص ده 40، النقطه اللي جنبيها دي لما انزل اجيبها من السكيل هتلاقيها 37%. طيب والنقطه دي لو انا نزلت بيها كده هتلاقي ان هي كام؟ ما بين ال 40 و 60، يعني 50. يبقى دي 50% ودي 37%. طيب ال 37% دي قريبه من منطقه مين؟ من الليكويد، او موجوده على خط الليكويد. يبقى هنا الكومبوزيشن بتاع الليكويد، انت المنطقه دي او النقطه دي قلت لي ان هي مكونه من تو فيزز. التو فيزز ايه هما؟ قلت لي واحد فيهم ليكويد واحد فيهم سوليد. طيب الليكويد هو كام؟ 37%. طب والسوليد هو كام؟ 50%. طيب جميل. هو النقطة دي فيها نيكل وفيها كبر. طب تعالى كده بص، هنا عند ال 1270 يبقى انت هتقول لي ان في تو فيزز ار بريزنت. الهوريزونتال لاين وزن الالفا زائد ليكويد فيل، هرسمها اللي هو هعمل لها درو. طيب الاند بوينت بتاعتي اللي اتقطعت هتلاقي ان هو كام؟ 37%. هي ال 37% دي من تركيز مين؟ النيكل. ال 37% نيكل دي بتقابل كام في المية كبر؟ 63% كبر. يعني انت لما تيجي تتكلم على البوينت اللي هنا كليكويد، انت المايكروستراكشر اللي طلع، خد بالك من الحته دي، المايكروستراكشر اللي طلع للنقطه دي عباره عن ليكويد زائد سوليد، يعني السبيكه جزء منها ليكويد وجزء منها سوليد. طب الجزء الليكويد ده جواه مين؟ جواه نيكل وكبر ليكويد، والجزء السوليد جواه نيكل وكبر سوليد. طيب انا طلعت ان الليكويد كله 37%. طب ال 37% دي هي مين؟ نيكل. يبقى في 63% في صورة ليكويد عبارة عن كبر. طب هنا ال 50 دي 50% في صورة سوليد، السوليد ده جواه نيكل وجواه كبر. طب ال 50% دي بتمثل مين؟ بتمثل النيكل. يبقى الكبر كام؟ 50% اهو. يبقى انت هتقول لي ان انت الريجون بتاعتك فيها ليكويد زائد سوليد، الليكويد جواه نيكل وجواه كبر، النيكل بتاعته 37% في صورة سائل، و 63% كبر في صورة سائل. طيب السوليد، السوليد طلع 50% منه نيكل و 50% كبر، والاتنين في صورة سوليد. يبقى ده كده عند ال 1270. بنفس الكيفية عند ال 1250، عند ال 1250 هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان النقطة دي لو انا عملت التاي لاين بتاعي هيتقاطع هنا في نقطة ويتقاطع هنا في نقطة. النقطة دي بتمثل 32% نيكل. طالما 32% نيكل يبقى تديني كام كبر؟ 68% كبر. طيب هنا النقطة التانية اللي هي السوليد 45%، 45% نيكل يعني كام كبر؟ 55% كبر. يبقى انت هنا لما تشرح النقطه اللي عند ال 1250 هتقول ان في تو فيزز، التو فيزز دول عباره عن ايه؟ عباره عن ليكويد زائد سوليد. طب الليكويد طلعت نسبته كام؟ طلعت نسبته 32% منه نيكل و 68% منه كبر، والسوليد طلعت نسبته كام؟ 45% نيكل يعني 55% كبر. يبقى انت كده قدرت تحل الاكزامبل وتحدد كل العناصر اللي موجودة عليه. يبقى ده كده تاني حاجة انت قدرت تحددها. طيب المطلوب التالت، يبقى احنا حلينا المطلوب الاول اللي هو الفيزز بريزنت، الفيزز اللي اتكونت هي عبارة عن ايه. بعد كده اتكلمنا على الجزء بتاع الكومبوزيشن بتاعت الفيزز، قدرت اعرف النسب اللي موجودة
نسبة السوليد قد ايه، نسبة الليكويد قد ايه، الليكويد جواه نيكل قد ايه، وجواه كوبر قد ايه. نيجي بقى لحتة الفايندينج الاماونت اوف فيزز. يعني ايه؟ يعني هجيب بقى الويت، الوزن بتاع السوليد قد ايه، والوزن بتاع الليكويد قد ايه. الطريقة دي او القانون ده بنسميه حاجة اسمها الليفر رول. الليفر رول بنفس الشكل اللي فات، الشكل اللي فات او الطريقة اللي فاتت، بقول لك ارسم الكومبوزيشن. بعد ما ترسم الكومبوزيشن اعمل درجة الحرارة بتاعتك او وقع درجة الحرارة بتاعتك. بعد ما تعمل درجة الحرارة ارسم التاي لاين. التاي لاين هيقطع لك الليكويدز لاين في نقطة X والسوليدز لاين في نقطة Y. النقطة X ونقطة Y هتقدر تحدد منهم الكومبوزيشن زي ما حددناه من شوية. يبقى ده كده الجزء الأولاني اللي احنا عملناه من شوية. طيب هستفيد منه ايه الجزء ده؟ هبتدي اطبق القاعدة اللي قدامي دي. القاعدة بتقول لي ايه؟ انت دلوقتي عايز تحسب مين؟ انت عايز تحسب وزن السوليد اللي موجود في المنطقة بتاعت التو فيزز ريجون دي ووزن الليكويد. بعملها ازاي؟ القاعدة بتاعت ليفر رول بتقول لي ان انا لو انا عايز نسبة السوليد او نسبة الليكويد او سوري الويت بتاع السوليد او الويت بتاع الليكويد، بقسم الاوبوزيت ارم اوف ليفر على التوتال لينث اوف تاي لاين في 100. يعني ايه؟ لو انا بصيت هنا المنطقة دي او التاي لاين في كام نقطة؟ 3 نقط X و M و Y. جميل، مين الجزء القريب من الليكويد؟ يعني ايه؟ انت عندك دلوقتي الجزء ده متقسم حتتين، اكس ام دي قطعة اللي هي على شمال الكومبوزيشن ده، وام واي دي قطعة تانية على يمينه. طيب انت دلوقتي مين القطعة القريبة من الليكويد اللي هي الاكس ام؟ يبقى ده القريب من الليكويد. طيب ومين القطعة القريبة من السوليد؟ الام واي. يبقى الجزء ده هو القريب من السوليد. فانت لو عايز تحسب الويت بتاع الليكويد بتقسم البعيد على الكل. يعني انا لو بتكلم على الليكويد الجزء القريب من الليكويد هو الاكس ام، والبعيد عن الليكويد هو الام واي. يبقى انت لو بتحسب ليكويد بتقسم الاوبوزيت ارم، الاوبوزيت ارم بتاع الليكويد هو مين؟ الام واي، يبقى البعيد عن الليكويد. لو انت بتحسب النسبة بتاعت او الويت بتاع السوليد، يبقى دي السوليد في المنطقة دي القريب منه هو الام واي، يبقى انا هقسم الاكس ام اللي هو الاوبوزيت او البعيد على الكل. الكل اللي هو مين؟ الاكس واي. تاني انا هنا الغرض من الحتة دي او من الليفر رول ان انا احسب الويت او الوزن بتاع السوليد قد ايه والوزن بتاع الليكويد قد ايه داخل التو فيز ريجون. بحسبه ازاي؟ القاعدة بتقول لي لو انت بتحسب نسبة السوليد اقسم البعيد على الكل او الاوبوزيت ارم على التوتال لينث اوف تاي لاين. التاي لاين التوتال لينث بتاعه كام؟ الاكس واي. يبقى المسافة اللي هي الاكس واي دي هي اللي هقسم عليها. طيب الاوبوزيت ارم للسوليد لو انا بحسب السوليد القريب من السوليد هو مين؟ الام واي، والبعيد عنه هو مين؟ الاكس ام. يبقى انا لو بحسب سوليد هقسم البعيد اللي هو الاكس ام على التوتال اللي هو الاكس واي، ولو بحسب الليكويد يبقى دي الليكويد هنا، البعيد عن الليكويد هو الام واي على التوتال اللي هو الاكس واي. جميل، يبقى ده القانون اللي انا هستخدمه عشان اوجد القاعده بتاعه الليفر رول. طيب نبص كده على سبيل المثال، لو انت بصيت هنا وحبيت تجيب الفراكشن بتاع السوليد هتلاقي العلاقه بتقول لي ايه؟ اهي اف اس او الفراكشن بتاع السوليد او الوزن بتاع السوليد هو عباره عن مين؟ الاوبوزيت ارم او البعيد. البعيد هنا هو مين؟ ادي السوليد هنا، السوليد هنا، يبقى البعيد بتاعه هو مين؟ الام اكس الجزء ده على التوتال اللي هو مين؟ الاكس واي. طيب نيجي للام اكس، الام ده
عند انهي كونسنتريشن؟ سي او اللي هو الكونسنتريشن اللي انا مديهولك في المساله، والاكس دي عند كونسنتريشن اللي هو مين؟ اسمه سي ال. يبقى لو طرحت السي او ناقص السي ال هيديك الام اكس على التوتال اللي هو الاكس واي. الاكس واي الاكس عند كونسنتريشن سي ال والواي عند كونسنتريشن اسمها سي اس، يبقى السي اس ناقص السي ال. بنفس الطريقه الفراكشن بتاع الليكويد، لو انا عايز اجيب الوزن بتاع الليكويد فين البعيد عن الليكويد؟ الام واي، يبقى الجزء ده هو البعيد، يبقى انت هتقسم ام واي على التوتال اللي هو الاكس واي، يبقى الكلام ده بيساوي الام واي هي السي اس ناقص السي او، والاكس واي هي السي اس ناقص السي ال. الكلام ده كله هيبقى موجود بارقام، فتقدر تحسب ده وده. لاحظ حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان الاف اس زائد الاف ال لازم يطلع لك في الاخر كام؟ يطلع لك 100%، اللي هو يطلع لك 1. يعني انت لو حاسبه كنسبه، يعني لو ده طلع 6 من 10 ده لازم يطلع 4 من 10، ده طلع 5 من 10 ده يطلع 5 من 10، لان ده الويت التوتال بتاع الالوي اللي موجوده هنا. يبقى ده كده بنسميه الليفر رول. طيب اكزامبل 2 هنطبق على الكلام ده، نفس الكلام مديك اكزامبل، بقول لك حدد الاماونت بتاعه الفيزز ان ذا كبر 40% نيكل الوي عند 1300 و1270 و1250 و1200. المساله اللي فاتت، المساله اللي فاتت طبعا انت وصلت ان انت حددت الكومبوزيشن بتاعتك وادي التاي لاين بتاعك، هنشتغل دلوقتي كنسب. طيب هشتغل دلوقتي كنسب ازاي؟ اهو اول حاجه لو انا عايز عند ال 1270 احسب الويت بتاع السوليد قد ايه والويت بتاع الليكويد قد ايه. انت حددت هنا الكومبوزيشن، قلت لي ان الكومبوزيشن بتاع النقطه دي اللي هو السي ال ب 37% ليكويد، يبقى 37% نيكل و63% كبر، وهنا 50% نيكل و50% كبر، والاثنين في صوره سوليد. لو انا هحسب السوليد للتاي لاين ده هعمل ايه؟ هقسم البعيد على الكل. البعيد عن السوليد هو مين؟ اللي هو النقطه اللي هي النقطه دي اللي هي 40 ناقص ال 37، يبقى ده كده الخط البعيد عن السوليد. هقسمه على مين؟ على الكل، التاي لاين كله اللي هو 50 ناقص 37 اهو. لو انا بحسب كده يبقى تقول لي عند 1000، طبعا عند 1300 كام؟ تقول لي ده 100%، there is only one phase 100% ليكويد، يبقى مش محتاج احسب له الويت بتاعه. عند 1270 النسبه بتاعت الالفا كام؟ البعيد اللي هو 40 ناقص 37 على الكل اللي هو 50 ناقص 37 اهو، يبقى 40 ناقص 37 على 50 ناقص 37 طلع كام؟ 23%. ممكن بعد ما حسبت دي تقول ان الليكويد 1 ناقص الكلام ده او 100 ناقص الكلام ده، يبقى يطلع 77%. انا هحسبه برده عشان نتاكد اهو. لو انا بحسب الليكويد الويت بتاع الليكويد للخط ده التاي لاين ده، فين البعيد عن الليكويد؟ البعيد هي المنطقه دي اهي، اللي هي كام؟ اللي هي 50 ناقص 40 على الكل اللي هو 50 ناقص 37 اهو. يبقى انا هنا ادي 50 ناقص 40 على 50 ناقص 37 في 100 طلع 77%. بنفس الكيفيه عند 1250 اهو، عند 1250 لو انا بحسب السوليد يبقى البعيد هي الحته دي اللي هي كام؟ 40 ناقص 32 على ال 45 ناقص 32 اهي، 40 ناقص 37 سوري 40 ناقص 32 على 45 ناقص 32 طلع الويت بتاع السوليد. المكمل ليه هو الويت بتاع الليكويد. طبعا عند 1200 هتلاقي only one phase اللي هو 100% الفا. ده اكزامبل 3 برضو نفس الكلام عشان ياكد على المعلومه اكتر. لو انا اعرف التمبريتشر والكومبوزيشن بتاعي وعايز الاماونت بتاع اتش فيز
طبعا هنا الكبر نيكل الوي كومبوزيشن مديك الكومبوزيشن عند 35 ويت في المية، وقايل لك هات لي الفيزز بريزنت والكومبوزيشن وطبق الليفر رول بتاعك. حلو، لو انا بصيت هنا ادي الكومبوزيشن اللي انا مديهولك اهو اللي هو 35%، لان انت هنا عندك 20% نيكل، 30% نيكل، 40% نيكل، 50% نيكل، فبقول لك انا عايز عند 35% نيكل. ادي ال 35% نيكل، وبقول لك احسب لي التو ريجون او التو فيزز، المنطقه بتاعت التو فيزز الليكويد زائد السوليد. حلو، لو انت جيت عند النقطه دي رسمت التاي لاين، هيقطع الخط ده في نقطه ويقطع الخط ده في نقطه. النقطه دي سميناها السي ال اللي هو الكومبوزيشن بتاع الليكويد، لان هي على خط الليكويد او قريبه من الليكويد، والنقطه دي هي الكومبوزيشن بتاع الالفا او قريبه من الالفا. لو انت هتبتدي تطبق القانون بتاع الليفر رول هتقول لي لو انا عايز احسب نسبه السوليد، لو سميت المنطقه دي ار وسميت المنطقه دي اس، يبقى انت بتقول البعيد على الكل، البعيد هو الار والكل هو الار زائد الاس. تمام كده اهو، يبقى انا كده لو بجيب القيمه بتاعت الليكويد او القيمه بتاعت السوليد، ادي السوليد، السوليد يبقى انا هحسب المنطقه دي البعيد هو الار والكل هو الار زائد الاس. الار عباره عن مين؟ عباره عن الكومبوزيشن اللي اسمه سي او ناقص الكومبوزيشن اللي اسمه سي ال، والكل هو الكومبوزيشن اللي اسمه سي الفا ناقص الكومبوزيشن اللي اسمه سي ال. طبعا الارقام دي كلها موجوده، يعني الرقم ده هتلاقيه تقريبا ب 31.5، والرقم ده هتلاقيه تقريبا ب 42.5. طبعا من السكيل هتبتدي تطبق وتجيب النسب بتاعتك، هيطلع ان ده مثلا 68% وده 32%. اخر اكزامبل عندنا في الليكتشر عشان ناكد على الكلام ده، يبقى انت كده عندك 4 اكزامبلز تقدر تتعامل مع الفيز دايجرام. هنا ده اكزامبل كامل لامم كل الحاجات اللي احنا قلناها، ده شكل المساله. بقول لك مثلا ان الفيجر ريبريزنت الديفلوبمنت اوف مايكرو ستراكشر ديورنج الايكوليبريم سوليديفيكيشن، النسب بتاعتي عباره عن 35 باي ويت في الميه نيكل، 65 باي ويت في الميه كبر الوي، ات ديفرنت تمبريتشر اي وبي وسي ودي واي، مديك 5 تمبريتشر. 5 تمبريتشر عباره عن ايه؟ بقول لك حدد لي الفيزز بريزنت، الفيزز اللي هتتكون، الكيميكال كومبوزيشن تقول لي النسب، والريلاتيف اماونت اوف ذا بريزنت فيزز اللي هي الليفر رول. طيب لو بصيت الكومبوزيشن بتاعي اهو اللي هو عباره عن 35% نيكل او ال 65% كبر، هتطلع بيه كده. درجات الحراره اللي انا مديها لك طبعا هبقى محددها لك، هنا انا مديك نقطه A ونقطه B ونقطة سي ونقطة دي ونقطة اي، وبقول لك ارسم لي المايكرو ستراكشرز اللي اتكونت. طبعا عند نقطة اي هتقول لي ان ده 100% ليكويد. طيب الليكويد ده نسبة النيكل فيه قد ايه ونسبة الكبر فيه قد ايه؟ هتقول لي ان ده نسبة النيكل فيه 35% نيكل في المقابل 65% كبر، يبقى ده خلصنا من المنطقة دي. هنزل شوية هاجي عند نقطة بي او التمبريتشر بي، هتلاقي ان ده خط مين؟ الليكويد. خط الليكويد بيبقى بداية التحول من الليكويد للليكويد زائد سوليد، فهتلاقي تروح راسم لي كده رسمة بسيطة تحط فيها بعض النيوكلياس او بعض الاتومز الصغيرة كده اللي ابتدت تتكون او تعمل سوليد. يبقى ده كده المنطقة دي بتقول لي ان المنطقة دي عبارة عن ليكويد بلس سوليد، بس السوليد لسه ما اكترش، هو جزء صغير ابتدى يتكون. طيب النسبة قد ايه؟ لو انت نزلت هنا هتلاقي ان النسبة بتاع الكلام ده لو حبيت تعمل كده الجزء ده هتلاقيه تقريبا 46% منه نيكل سوري الليكويد وسوليد، النقطة دي ليكويد وسوليد، فهتعمل لها التاي لاين. ادي التاي لاين هنا، يبقى التاي لاين ده هيديك نقطتين، نقطة هنا بكمبوزيشن ونقطة هنا بكمبوزيشن، لأنها تعتبر جوه وقعت على الخط فتعتبر جوه المنطقة بتاعت التو فيزز. طيب التو فيزز دي النقطة دي
كام في المية؟ لو نزلت هنا هتلاقيها 35%. طب ال 35 دي قريبة من الليكويد ولا السوليد؟ قريبة من الليكويد، فأنا كاتب لك هنا إن الليكويد جوه الاستراكشر ده كام؟ 35 نيكل، في المقابل هيكون كام كبر؟ 65% كبر. طيب والسوليد بتاعها، السوليد الصغير ده كام في المية؟ ده 46% نيكل، في المقابل هو كام؟ 54% كبر. يبقى انا كده مشاور عليها اهو، وكاتب السوليد قد ايه والليكويد قد ايه. طيب ننزل تاني، نزلت للنقطة دي اللي هي نقطة سي، دي نقطة جوه الريجون بتاع الليكويد زائد السوليد. النقطة دي كام في المية؟ لازم نعمل تاي لاين، التاي لاين قطع لي هنا نقطة وقطع لي هنا نقطة. النقطة دي لو نزلت اجيب الكومبوزيشن بتاعها من تحت كده هلاقيها ان هي تقريبا كام؟ 32% نيكل، قريبة من مين؟ من الليكويد. يبقى انا لو رسمت ده الرسمة دي هكبر بقى الجرينز دي شوية او الجزء بتاع السوليد شوية، اهو هعمل دوائر صغيرة كده واكتب جواها الالفا. طيب هنا ده ليكويد وسوليد، الليكويد قد ايه والسوليد قد ايه؟ نزلنا هنا جبت الكومبوزيشن هنا طلع 32% نيكل، 32% نيكل من الليكويد معناها ان في 68% كبر ليكويد. طب والنقطة دي لو نزلت كده هلاقي التركيز بتاعها 43% نيكل، يبقى لو شاورت عليها كده وقلت ان ده 43% نيكل يعني في 57% كبر في صورة سوليد في المنطقة دي. نزلت اكتر جيت على الخط بتاع السوليدز، السوليدز لاين، السوليدز لاين بتبقى مرحلة الانتقال من الليكويد زائد سوليد لمرحلة السوليد، فهلاقي هنا هكتر بس عدد الجرينز شوية بتاعت مين؟ بتاعت السوليد، واسيب شوية ليكويد اللي هو الجزء الأصفر اللي جوه ده. طيب النقطة دي تعتبر جوه التو فيز ريجون، يبقى هرسم لها تاي لاين. التاي لاين النقطة دي تركيزها كام؟ تقريبا 24%، قريبة من مين؟ من الليكويد. يبقى انا هشاور هنا على جزء الليكويد الاصفر ده واقول ان نسبة النيكل جوه الليكويد ده 24% نيكل، في المقابل هيبقى كام في المية كبر؟ هيبقى تقريبا 76% كبر. طيب والنقطة بتاعت السوليد عند تركيز كام؟ عند تركيز 35%، يبقى في 35% اشاور على الالفا دي او السوليد ده واقول ان ده 35% نيكل يعني 65% كبر. اخر نقطة النقطة اللي تحت دي او التمبريتشر اللي تحت ده كده كومبليتلي سوليد، يبقى السوليد اتكون اهو بقى كل المايكروستراكشر رسمته سوليد. طيب تركيزه كام؟ 35% نيكل و 65% كبر والاتنين كلهم في صورة سوليد. يبقى انا حددت الكلام ده كده، مش باقي لي غير مين؟ غير ان انا احدد الليفر رول بتاعي. هسيب لك دي تبتدي تعملها بالنسبه للمنطقه اللي هنا والمنطقه اللي هنا والمنطقه اللي هنا، تقدر تجرب كده نفسك وتحسب المطلوب التالت ان انت تحدد لي الريلاتيف اماونت بتاع البريزنت فيزز داخل الريجون دي. يبقى تبتدي تاخد التاي لاين ده وتشوف البعيد على الكل او الاوبوزيت ارم على التوتال تاي لاين، يبقى ده كده تشوف كل خط من دول الويت بتاع السوليد قد ايه والويت بتاع الليكويد قد ايه. بكده نبقى خلصنا الجزء بتاع الفيز دايجرام اللي هو الخاص بالكمبليت سوليد.